عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم كبايله مشويه. هذه كبايله غليظه، شوفوا كتشوفوا معايا، كنشدوها كنغسلوها كنحيدوا داكشي كنحلوها من الفوق من دارها. ها هي كندير فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون والسودانيه والزيت والبصله مقطعه طرونش. كنشدها هكا كنصفوها في الشوايه بحال هكا. كنشدي غير جوجات هادي، كنحول لها شويه ديال الفلفل هكا. تبارك، شوف معايا مجمرة وشعل طفق شوية. هانتوما كيف كتشوفو معايا، حنا نقلبوه هكا، شتو كنخلط السودانية مع الزيت، شوية ديال الزيت زين مخلطة بهذاك، كنخلطوها هكا شوفوا معايا بالزيت وندهنو بها. شوفوا معايا هانتوما كنستمروا في بحال هكا حتى تنساليو الشويه اللي عندي. بقى عندي الفلفل حتى هي نديرو نفس الطريقه. كما كتشوف كتشوس البصله دابا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكبايره ديالنا مشويه، كتجي رائعه وزوينه بزاف. كنتمنى تنال اعجابكم، شكرا، ما تنساوش المشاركه واللايك والكومونتير. فيديو جاي ان شاء الله غنصور معكم الزعلوكه.